المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أهلنا أيها الآب القدوس أن نحيي في هذا اليوم ذكرى صفيك القديس شربل، فنتأمل حياته ومحبته ونتخذه مثالاً وشفيعاً، ونحرز نظيره ملء الاتحاد بك، ونبلغ مصاف مختاريك الذين أنعمت عليهم فأشركتهم في آلامك، آلام ابنك الحبيب على الأرض ومجده في السماء. لك الحمد والشكر ولأبيك وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام للبيعة ولبنيها. التسبيح والمجد والإكرام إلى الآب القدوس الذي يدعونا إلى الشركة في قداسته، إلى الابن الحبيب الذي يسبغ علينا نعمة البنوة بتجسده وموته وقيامته، إلى الروح القدس الذي يكشف لنا ويكمل فينا على الدوام عمل الآب والابن. برخمور أبون رشريشوني صالح الذي له المجد والإكرام في هذا العيد وفي كل أيام حياتنا إلى الأبد. أيها المسيح إلهنا، يا من دعوت الأب شربل ليقتفي خطاك في نور حياتك الخفية وتضحيتك على الصليب، لقد شئت أن تكون حياة شربل شهادة لك، فعلى مثالك توحد في القفر لكي يصوم ويصلي ويجرب وينتصر، وحمل صليب الحياة النسكية الشاقة وأوجاع لبس المسح والحديد الشائك، ومعك قدم نفسه قربانا للآب السماوي. الآن نسألك أيها المسيح إلهنا بشفاعتك على عطر البخور أن تهبنا نظيره بصيرة صافية ووجها مشرقا وقلبا نقيا، فلا نحيد عن محبتك والإيمان بك ورجاء مجدك. أهلنا للقيام معه عن يمينك في ملكك الأبدي. برخمور أبون رشريشوني فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد.
صلاتنا وعطورنا كما سرك وارضاك صفيك شربل بحبه لك وشوقه إليك. أسبغ علينا نعمك وألهمنا أن نحبك حبا كبيرا يليق باسمك الذي أنعمت علينا بأن نحمله واسما أبديا حيا برخمور أبون ريش ريشوني ونرفع إليك المجد إلى الأبد. آمين. قادشات ألوه قادشات هاي الفلو قادشات قلوه اطرحها معي قادشات ألوه الذي لا يموت قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة لك المجد إلى الأبد. القديس بولس الرسول إلى أهل روما برخمور أبون ريش ريشوني. المجد للسيد بولس والرسل ولتكن مراحم الله على القارئ والسامعين على هذه الدائر وهذه الجماعة إلى الأبد. يا إخوتي
نحن نعلم أن الله يعمل كل شيء لخير الذين يحبونه، أولئك الذين دعاهم بحسب قصده، لأن الذين سبق فعرفهم سبق أيضا فحددهم أن يكونوا مشابهين لصورة ابنه حتى يكون ابنه بكرا لإخوة كثيرين. والذين سبق فحددهم هؤلاء أيضا دعاهم، والذين دعاهم هؤلاء أيضا بررهم، والذين بررهم هؤلاء أيضا مجدهم. إذن فماذا نقول بعد؟ إذا كان الله معنا فمن علينا؟ فالله الذي لم يبخل بابنه بل سلمه إلى الموت من أجلنا جميعا، كيف لا يهب لنا معه أيضا كل شيء؟ فمن يشكو مختاري الله؟ الله يبررهم. فمن الذي يدين؟ هو المسيح يسوع الذي مات بل أقيم، وهو أيضا عن يمين الله، وهو أيضا يشفع لنا. من يفصلنا عن محبة المسيح؟ أضيق أم شدة أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب: إننا من أجلك نمات النهار كله وقد حسبنا مثل غنم للذبح. إلا أننا في كل ذلك نغلب بالذي أحبنا. فإني لواثق أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رئاسات ولا حاضرة ولا مستقبل ولا قوات ولا علوة ولا عمق ولا أي خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا، والتسبيح لله دائما. السلام لجميعكم. من إنجيل ربنا يسوع المسيح القديس متى الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. الابن والروح القدس الإله الواحد آمين. قال متى الرسول: ترك يسوع الجموع وأتى إلى البيت،
فدنا منه تلاميذه وقالوا له: فسر لنا مثل زؤان الحقل. فأجاب وقال: زارع الزرع الجيد هو ابن الإنسان، والحقل هو العالم، والزرع الجيد هم أبناء الملكوت، والزؤان هم بنو الشرير، والعدو الذي زرع الزؤان هو إبليس، والحصاد هو نهاية العالم، والحصادون هم الملائكة. فكما يجمع الزؤان ويحرق بالنار، كذلك يكون في نهاية العالم. يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من مملكته كل الشكوك وفاعلي الإثم ويلقونهم في أتون النار، هناك يكون البكاء وصريف الأسنان. حينئذ يسطع الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم. من له أذنان فليسمع. برخمور ريشريشوني. حقا والأمان لجميعكم. إيه يشوى يمشي بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. حينئذ يتلألأ الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم. فخامة الرئيس جميل عيد القديس شربل بحضوركم على رأس المصلين المتوافدين من مختلف المناطق اللبنانية بل ومن خارج لبنان منذ طيلة الليل وهذا النهار، وهم ينضمون إلى جمهور هذا الدير الذي يعطره أريج جثمان القديس شربل، وإلى أبناء الرهبانية اللبنانية المارونية الجليلة يتقدمهم قس الرئيس العام الأباتي نعم طل الهاشم ومجلس المدبرين العامين. كلنا نصلي معكم فخامة الرئيس ومع الأحبار والآباء والشخصيات السياسية والعسكرية والمدنية والقضائية والإدارية التي تحيط بكم. نصلي إلى القديس شربل قديس لبنان بامتياز كي يشفع من أجلنا لدى الله ومن أجل وطننا بشعبه ومؤسساته ومن أجلكم شخصياً لكي تقودوا سفينة البلاد بحكمة وحزم وتعملون بالتعاون مع معاونيكم في مؤسساته الدستورية على إخراجه من أزماته السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية فينعم بالاستقرار الذي هو أحوج ما يحتاج إليه اللبنانيون. يتلألأ القديس شربل كالشمس في ملكوت السماء، نور شمسه يغطي كل الكرة الأرضية، إذ بات معروفاً لدى جميع الشعوب يتوسلون إليه وينول مبتغاهم دون ما تمييز ديني أو عرقي أو ثقافي. عجيب الله في قديسيه، هو كذلك لأنه حافظ على طبيعته كحبة حنطة زرعها المسيح الرب في حقل بقاع قفرة والرهبانية اللبنانية المارونية الجليلة وكنيستنا، فارتوى
من الروحانية المسيحية والرهبانية والكهنوتية، وسمى بها حتى عاش جميع فضائلها ببطولة. أما إلى أي درجة بلغ اتحاده بالله فلا يعلمها إلا الله وحده، لكن اتحاده العجيب بالله ظاهر من خلال شهرته العابرة للقارات وآياته وعجائبه التي باتت لا تحصى ولا تعد. إنه وجه لبنان في العالم، وهو ذروة مسيرة شعب مسيحي لبناني صلى وصام وعذب واستشهد في سبيل إيمانه والقيم، وأعطى قديسين وطوبويين يتلألؤون بين الأبرار كالشمس في ملكوت الآب. نحن مؤتمنون على هذا الإرث النفيس الذي يعيد الجمال للبنان، فالجمال وحده يخلص وطننا. في بيئة سليمة من إبقاع قفرة زرعه الله، وقد شهد كاهن الرعية آنذاك أن والده ووالدته وإخوته وأخواته معروفون بالتقوى والإماتة وحسن السلوك. بنى شربل حياته المسيحية على هذا الأساس المتين، حتى بلغته الدعوة إلى الحياة الرهبانية، فترك بقاع قفر بعمر 20 سنة ولم يعد إليها أبداً. أجل، العائلة هي الكنيسة المنزلية التي تنقل الإيمان وتعلم الصلاة. إذا فقدت العائلة المسيحية طبيعتها هذه، فقد مجتمعنا مستقبل قيمه الروحية والأخلاقية والإنسانية. دخل دير مرمرون عناية هذا للابتداء، معتبراً أنه يطأ أرضاً مقدسة يزرعه الله فيها ليكون حبة حنطة مثقل بالثمار، فحمى هذه الحبة من زؤان الشر والخطيئة. في أرض الرهبانية الجليلة شاهد آباء تشع القداسة من وجوههم فتهيب، ومذ ذاك الحين اعتبر أنه مات عن العالم وعن ذاته ليتحد اتحادا كاملا بالمسيح، مكرسا له جسده وروحه عقله وإرادته وحريته، ساعيا إلى كمال الفضائل الإنجيلية، الفقر والطاعة والعفة، وراح يتسلق أدراجها وسائر الفضائل الإلهية والإنسانية في سنوات الابتداء الثلاث هنا، ثم في ديرمار قبريانوس ويوستينا في كفيفان، حيث درس الفلسفة واللاهوت على يد معلم قديس هو الأب القديس نعم طلة كساب الحرديني لمدة 6 سنوات، فكان يحلق شربل بجناحي العلم والفضيلة. وبعد رسامته الكهنوتية في بكركي سنة 1859 شعر بأنه بدأ حياة تماه كامل مع المسيح الكاهن والذبيحة، فعاد للتو إلى دير مرمرون عناية حيث عينته السلطة الرهبانية، وعاش فيه 15 سنة وراح ينمو بالفضائل الرهبانية والروحانية الكهنوتية وسط الجماعة الديرية مع انخطاف روحي عميق في آن، فكان جسده على الأرض ملتزماً بحياة الطاعة للرؤساء والفقر من كل شؤون الدنيا والعفة الملائكية، أما قلبه ففوق عند الله.
وعظمت فرحته، فرحة التماهي مع المسيح، عندما أذنت له السلطة الرهبانية بدخول محبسة القديسين بطرس وبولس على قمة عناية سنة 1875 وهو بعمر 47 سنة، حتى وفاته ليلة عيد الميلاد من سنة 1898. في المحبسة سكب كل حبه للمسيح مضاعفاً أعماله التقشفية والتأمل والصلاة والاستقراء بالله إلى جانب العمل في الحقل بحسب قانون الحبسة، وكانت ذبيحة القداس محور حياته اليومية يحتفل بها عند الظهر، بحيث يسبقها استعداد كامل في الصلاة والتقشف والعمل، وتليها صلوات شكر وسجود ومناجات لساعات طوال. لا أحد يعلم مضمون هذه المناجات مع الله ولا قيمة تقشفاته وفضائله إلا الله وحده الذي جعله قديساً عالمياً يتفوق على كل القديسين. وشاء المسيح الكاهن الأزلي أن يبين تماهي الأب شرب للكاهن معه، ففيما كان يقيم قداسه الأخير وبلغ إلى رفع كأس الدم وجسد الرب بين يديه مصلياً: يا أبا الحق، هو ذا ابنك ذبيحة ترضيك، أصابه للحال فالج أسقطه أرضاً، فأنهضه رفيقه وظل على هذه الحالة حتى طارت روحه إلى السماء ليلة ذكرى ميلاد الرب على أرضنا 24 كانون الأول 1898. وكأن بالرب يسوع أراد أن يكشف للعالم هذا التماهي مع شربل، فكان الأب شربل الذبيحة المرضية للآب مع ذبيحة الإبن الإله. وللدلالة على أن وفاته ليلة الميلاد كانت ميلاده الساطع في السماء، راح يشاهد أهل المنطقة النور ينبثق من قبره طيلة 45 يوما. إننا نصلي كي يظللنا نور القديس شربل فينجلي أمامنا وجه المسيح الفادي الذي أرادنا شهودا له ولإنجيله الخلاص في لبنان وهذا المشرق، ومعه ومع الأبرار في السماء الساطعين كالشمس، نرفع من أرضنا في هذه الليتورجية الإلهية نشيد المجد والتسبيح للثالوث القدوس الأحد، الآب والابن والروح القدس، الآن وإلى الأبد. آمين. نؤمن بإله واحد، مساوٍ للآب في الجو الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس المنتي، مات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، جاء إلى السماء وجلس عن يمين الله الأب، أيضا يأتي بمجد ليقينا الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه
ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموت والحياة. إيطلوت مربحي طلوه والوط طلوه رمحاتي طليوت وينو بسوط طيبوتو يقول البيت وسود بيت لوت صلى على إمة المرام قبلت قرابين الأولين اقبل ما حمل إليك أبناؤك وبناتك هؤلاء من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة هب لهم الحياة والملكوت آمين. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم لا سيما الطبوية والدة الله مريم ومر يوسف البتول ومر مارون ومر يوحنا مارون ومر شربل. اذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات أبناء البيعة المقدسة بخاصة من نقدم عنهم هذه الذبيحة فخامة رئيس الجمهورية ومعاونيه في المؤسسات الدستورية الرهبانية جمهور هذا الدير وهذه الجماعة الحاضرة. واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان Thank you.
المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. أيها الرب الآب الرحيم القدوس، يا من أعددت لنا هذه الوليمة الروحانية بواسطة ابنك الوحيد، اقبل قربان هذه الذبيحة غير الدموية وامنحنا موهبة روحك القدوس، وأهلنا أن نعطي بعضنا بعضا السلام بقلب نقي ومحبة إلهية، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة موضوع عليك، السلام لكم إخوتي الأحبار الأجلاء وكهنة المسيح وخدام الروح القدوس. سلامك وأمانك وحبك الصادق ومراحمك الإلهية معنا وبيننا جميع أيام حياتنا. برخ مورابون ريش ريشوني، فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. آمين. نسجد أمامك يا رب ونبتهل إليك أن تنظر إلينا راحماً فتؤهلنا للدنو من مذبحك المقدس بنقاوة القلب وقداسة النفس والجسد. برخمور ريشريشوني، فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي وأخواتي إلى الأبد. وروحك لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا، إنها لديك يا الله. لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين، إنه لحق مهاجر. حقا إنك قدوس يا الله الآب وواهب الحياة، ولك يجب المجد وبك يليق المجد، لأنك مبارك مع ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس، بك يحيط الكروبيم والسرافيم ويشدون مترنمين بأصوات نقية وألحان سماوية مجدنا هاتفي.
قدوس 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 أنت اللهم الآب المملوء مراحم قدوس ابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح قدوس روحك المحيي إنك القدوس واهب الخيرات يا من لأجل خلاصنا تجسد ابنك الوحيد من البتول النقية مريم وبتدبيره الإلهي خلصنا وافتدانا وبيوم هود قدوم حشودي لما بتحيي زاب اللحم بداو قادي شطو بارخ قادش واقصو يا بالتلميداو كادو ما سأخول منك الخون هونو دانيتاو فاغرو ديل دحلو فيكون وحلو فساقي ما تقسي وما تيهب خصو يتحوبي والحاية للعلم علمين آمين وخانوا عالقوس ودمزقوا من حمر من مايون بارخ قادش ويا بالتلميذ أوسكادو مار سابشتاو منك الخون هونو دانيتاو احلو فيكون واحلو فساقية ما تشد وما تيهب حصول الحوبة والحياة للعلم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تصنعون بذلك ذكري حتى مجيء نذكر موتك يا رب ونعترف بنيابتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا فلهذا نحن يا رب محب البشر نذكر تدبيرك ونبتهل إليك أن ترحم الساجدين لك وتخلص ميراثك يوم تظهر في آخر الزمان فتجازي بعدل كل إنسان حسب أعماله وها إن بيعتك تضرع إليك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نسجد بك نعترف ومنك نطلب فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا ما أرهبها ساعة حبك
ارحمنا وأرسل إلينا من سمائك روحك المحيي وليرفع على هذا القربان ويجعله جسدا محييا ويقامحنا ويقدسنا. استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. فيجعل هذا الخبز جسد المسيح إلهنا، ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا. آمين. لكي تكون لنا هذه الأسرار المقدسة لمغفرة الخطايا وشفاء النفس والجسد وتوطيد الضمير، فلا يهلك أحد من شعبك المؤمن، بل أهلنا أن نحيا بروحك ونسير بالنقاوة ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. نقدم لك يا رب هذه الذبيحة الإلهية من أجل كنيستك، لا سيما من أجل آبائنا ورعاتنا مار فرانسيس بابا روما، ومار بشارة بطرس باتراكنا أنطاكي، ومار ميشيل مطرانا، ومار ليس الحاضر معنا، ومار جوزيف سبيتيري سعادة السفير البابوي، وأبينا العام الأبيت نعم طلع، وسائل ساقف المستقيمين راي، لكيما بحياة لا لوم فيها يدبر كنيستك بنقاوة وقداسة، ويقدم لك شعبا مؤمنا يكرم اسمك. نسألك يا رب، قائم أمامك لا سيما الذين قدموا هذه القرابين، واغفر لهم ليحيوا دائما في حضرتك بغير لوم، ويعرفوا ما تسبغ عليهم من الخير، لأنك الصالح كثير النعمة. نسألك يا رب، يا رب اذكر يا رب حكامنا والمسؤولين بيننا وفي العالم كله، ليقيموا العدل ويحلوا السلام. نسألك يا رب، يا رب ارحمها. اذكر يا رب الذين أرضوك منذ البدء، لا سيما القديسة والدة الله مريم، والأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين، ويوحنا المعمدان واستفانوس رئيس الشمامسة، ومار شربل ومار نعمطلة والقديسة رفقة والطباوي إستفان. أشركنا يا رب في صلواتهم وأهلنا لنصيبهم، وهب لنا أن نتنعم معهم في ملكوتك. نسألك يا رب، يا رب ارحم. أذكر يا رب الآباء والمعلمين المستقيمين الرأي الذين احتملوا الشدائد من أجل بيعتك وشعبك، وهب لنا أن نقتفي آثارهم بصدق وأمانة. نسألك يا رب، يا رب ارحم. اذكر يا رب الموتى المؤمنين المنتقلين منا اليك، الراقدين على رجائك، المنتظرين ذلك الصوت المحيي الذي سيدعوهم الى الحياه. اقبل القرابين التي نقدمها لك عنهم، وارحهم في ملكوتك، لان واحدا ظهر على الارض بلا خطيئه، وهو ربنا يسوع، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم. آمين.
سامحنا اللهم واغفر لنا ولموتانا فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. آمين. أن نصلي بنقاوة وقداسة ونهتف قائلين: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. أجل أيها الرب محب البشر، لا تهملنا لئلا تقوى علينا التجربة، بل خلصنا من الشرير ومن طرقه الملتوية. برخمور أبون ريش ريشوني. لأن لك الملكوت ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك. احنوا رؤوسكم أمام الله وأمام يا رب شعبك المؤمن المنحني أمامك، أنقذنا من كل أذى وأهلنا أن نشترك بنقاوة وقداسة في هذه الأسرار الإلهية، فنسامح بها ونتقدس ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. نعمة الثالوث الأقدس الأزل المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي وأخواتي إلى الأبد. ليَنظُر كل واحد منا إلى الله.
الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. أهلنا أيها الرب الإله، تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس، وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. جسد ودم سيدنا يسوع المسيح لمغفرة خطايانا. شمسي لا تطلع ولا تغيب ولا تملك الظلمة في بلدها ولا يكون
أيضا وأيضا بك يا رب نعترف والتسبيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا. يا محب البشر ارحمنا. أحبائي، نحن باسم الأب العام نشكر فخامة رئيس الجمهورية على حضوره بهالقداس. الله يعطيك الصحة والعافية ويخليك رأس لهالبلاد، إن شاء الله وتدرف علينا رأسنا مثل ما هو اليوم. بشكركم باسم الأب العام جميعا، وبقول إنه بعد القداس بيتشرف وبتتقابل ناس بارك إلى الصالون بترك، ومعه الأب العام بيتقبلوا التهاني بعيد مار شاربل بصالون الدار. نحن فخامة رئيس عن جديد بنراودك انه كل يوم بنصلي لك ونضوي لك شمع حتى ربنا ياخذ بيدك كل يوم. الله يخليك. نشكرك أيها الرب الإله الآب ونبتهل إليك أن تكون هذه الشركة الإلهية لمغفرة الخطايا ولمجد اسمك القدوس برخمور أبون ريشيشوني وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. وما يا إله الخير والرب الرحوم والسيد الرؤوف، يا من قبلت قربان هابيل الوديع وذبيحة إبراهيم الخليل وملك صادق الخادم وكل ذبائح الآباء وقرابينهم، ثم قبلت قرابين الرسل والآباء والشهداء والمؤمنين الذين أرضوك بأعمالهم، هكذا يا رب اقبل برحمتك وتحننك هذه الذبيحة المقدسة التي قدمناها، واجعل بها للخطأ غفرانا، آمين، وللمرضى شفاء، آمين، ولمنكسري القلوب رجاء، آمين، وللحزان عزاء، آمين، وللموتى راحة، آمين، وللأسرى خلاصا، آمين، وللمسافرين رفيقا، آمين، وللبعيدين مرشدا، آمين، وللقريبين حافظا، آمين، وللبنان استقرارا، آمين، وللمنطقة سلاما. يمين رحمتك تبارك هذا الدير وهذه الرعية والموضع وسكانها المؤمنين. اصرف عنهم يا رب الأزمنة الرديئة والأحزان الشديدة، نجهم من التجارب المهلكة، ادفع عنهم يا رب ما يؤذي أجسادهم وما يهلك نفوسهم. ويا رب انصر رئيس جمهوريتنا وحكامنا المؤمنين باسمك القدوس، اغفر خطاياي وخطايا هذه الجماعة بشفاعة السيدة أم النور ومار يوسف البتول ومار مارون ومار يوحنا مارون ومار شربل وجميع القديسين. أمين. كل عيد أنتم بخير. تبارك الذي نشر في الكون.